أنا خبيب العياري، ناشط في المجتمع المدني من واد زرقاء، معتمدي الدستور ولاية باجة. باسم أهالي واد زرقاء نوجه نداء استغاثة لسيادة رئيس الجمهورية، اللي نحب نقوله له راه بعد عقود من التهميش نحن عنا أمل كبير بأنك باش تنصفنا على الأقل وترفع علينا المظالم المتتالية تجاه قريتنا. قريتنا اللي هي أكبر قرية في الجمهورية، على خاطر الإحصاء مقيدة 4000 ساكن، لكن رئيس البلدية والوالي والمعتمد يقروا أنها تتجاوز 10000 ساكن. القرية هذه لا هي بلدية ولا هي معتمدية. القرية هذه تعاني من العطش في فصل الصيف في حرارة 46 درجة، وعندها شهر التوى، والماء مقصوص على واد الزرقاء كوتيديانمون، كل يوم يتقص الماء على واد الزرقاء في ظروف الكورونا الكارثية في ولاية باجة، في ظروف هالفطر الأسود الله يعافينا. واد الزرقاء تحاصرها أطنان من الفضلات، وتحاصرها الزيجوات اللي جاء رئيس الحكومة وفند أنها ما تصبش في سد سيدي سالم، لكن نحن هاو نعود النداء مرة أخرى ونعود نطلب إكسبرتيز أخرى، اللي راهو الفضلات متاع واد زرقاء تصب في سد سيدي سالم. واللي جاو وعدينا بمشروع متاع تطهير من 2012 كانت التكلفة متاعه 6 مليون دينار، ما تصارتش إجراءات متاع عقارية على مستوى الولاية تخلي المشروع في 2021 ب 18 مليون دينار. 12 مليون دينار استثمار في المنطقة هذه ولا في غيرها ضايعين. هذا نسموه إهدار مال العام، نسموه حقرة وتهميش، نسموه اللي نحبه نحن. سيد رئيس الجمهورية، راهو في المنطقة متاعنا هذه الزيجوات متاعنا تمشي في الكياس على الملأ، حاصرنا المستنقعات. نحن عطاشة وسد سيدي سالم يبعد علينا 200 متر، هذا القهر. وين واد الزرقاء 10 سنوات تو ما صارش تبليط ولو متر واحد، ما صارش إضافة كابل واحد متاع تنوير مثلا. الحجرة والتهميش اللي عشناهم خلونا أصلا نشكوا في في في, في المواطنة متاعنا وانتمائنا للوطن هذا. عملنا وقفات احتجاجية وتعرضنا للحجرة مرة أخرى، وجاونا المسؤولين وجاونا جانا المعتمد وقال راهو الماء أيا تو نفضوا الوقفة الاحتجاجية، راهو الماء تو قاعد يرجع. مش صحيح، ما رجعش الماء في واد الزرقاء، وهاو باش نصوروا كيفاش الماء ماهوش قاعد يرجع لواد الزرقاء. سيد رئيس الجمهورية، نحن راهو عندنا ملعب رياضي في 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 قرية فيها 3000 شاب، ما نجموش يعملونا ملعب رياضي، اعطوه المقاول توقف الملعب الرياضي هذا لاسباب فساد. تو عنده عامين حتى واحد ما عندنا حتى معلومه على المنشاه هذه. راهو نحن الامتعاض بلخ بينا الى حد الياس. عملنا وقفه احتجاجيه ومازلنا باش نعمل وقفات احتجاجيه اخرى، وباش نحدثوا برشا ضجيج، ومناش مسلمين في حقنا على مستوى الولاية، على مستوى البلدية، وعلى مستوى المعتمدية، وعلى مستوى الوطن. نحن حقنا أن نعيش مواطنين درجة أولى، نحن مناش مناطق ذل. القاسي والداني يعرف واد الزرقاء، منعونا باش نستثمروا حتى ولو في مشروع ثقافي. الأرياف المهمشة ثقافيا في الجهة، والتدخل الفقير والغير ناجع من المؤسسات الثقافية، تعرف شنو اللي يخلي الناس هذوما ما يحسوش بالهوية، لأنه المنطلق الأساسي للهوية هو منطلق ثقافي. يخلي مناطق محيطة بواد زرقاء وأتعس منها، اللي هما واد الزيتون وقصر الشيخ وجديدي ومزوغة وغيرهم من المناطق اللي ما صارش فيهم حتى تدخل تنموي ولا ثقافي ولا رياضي. مع ذلك كل المبادرات اللي نحن نطلقوها ديما يقع صدها على مستوى الولاية، واللي ولات أصلا الناشطين في المجتمع المدني يتعرضوا لمضايقات شخصية نكاية على خاطر هم يتكلموا ويجددوا مطالبهم ديما. سيد الرئيس، نطلب منك تجيرنا مع هالمظالم هذه. حبينا نعرفوا خبيب، نعرفوا في ظل يعني درجة حرارة 50 درجة، كيفاش تجيبوا الماء؟ يعني منين تشربوا انتوا بالضبط؟ الماء في كل اوقات الذروه، يرجع مره في الاسبوع، معناها تحل سباله في ظرف ساعه، خاصه في المناطق المرتفعه تنجم تعبي شويه ماء كان خلط، سينو ما يخلطوش الناس الكل. اللي يعبوا من الجلد
المتاح من سد سيدي سالم اللي يعبوا من البير سيدي احمد الجديدي، الماء نتاع لوناس اللي هو في الحلاقم اللي تتعدى من سدود الشمال اللي كلها مكسره، اللي نحن نعبوا من الجلت هذيك اللي هي نتاع التكسيرات نتاع الحلاقم اللي كان يرشدوا في استهلاك المياه ويصلحوا التكسير هذاك اللي موجود على مستوى البنيه التحتيه، تو ربما يرتفع الضغط نتاع الماء. يعني اهالي يعني واد الزرقاء اليوم يطلقوا نداء استغاثه يعني نيابه عنك انت كناشط في المجتمع المدني. زيد احكي لنا يعني خبيب على وضعيه يعني منطقه واد الزرقاء، التلوث البيئي، مشكله الماء، كيفاش يعني تعيشوا انتم؟ سيد الرئيس نحن رانا نتبعوا بلديه تستور، بلديه تستور اللي هي تبعد علينا اكثر من 24 كيلومتر، وباش نتعدوا بلديه تستور يلزمنا نتعدوا على بلديه مجاز الباب باش نتعدوا على بلديتنا الاصل، لانه ما عندناش خط ربط مباشر كياس مباشر. سيد الرئيس، مستوى التدخل البلدي في واد الزرقاء يقتصر اللي هي فيها 50 كيلومتر شوارع، يقتصر على تراكتور واحد يلم وثمانية عمال نظافة، هذوما ما يعملوش حتى 10% من الخدمات المستوجبة، لذلك القرية تحاصرها أطنان من الفضلات من اللي كات كوتي متاعها، ما فماش بقعة تتلفت على مرمى البصر ما تشوفش الفضلات. الجمال الطبيعي اللي عطاهولنا ربي في المنطقة ذيك ولا نقمة، لأن نحن نتنفسوا الغبار متاع الفضلات والمستنقعات اللي دايرة بينا. ونحن والزرقة اللي يقروا المسؤولين الكل من والي باجة، من معتمد تستور، من رئيس بلدية اللي هي تتجاوز 10,000 ساكن، نحن نحب نولوا بلدية وحدنا. نحن رانا عملنا وقت اللي حبوا يعملوا ديسونتراليزاسيون نحن تهمشنا، على خطر نحن زدنا بعدنا على مركز القرار. نحن رانا الناس الكل في واد الزرقاء يحبوا يولوا بلدية على خاطر التعداد متاعنا مغلوط، ناشدوا نحن باش يعاودوا لنا التعداد. إذا كان المسؤولين الكل يقروا أن هي تتجاوز 10,000 ساكن، علاش ما توليش بلدية وحدها؟ نحن المطلب الأساسي متاعنا أنه تولي بلدية على الأقل باش نجموا نستنفعوا بالخدمات. والمشكل يعني الأساسي هو الماء صالح للشراب بالطبيعة. المشكل الأساسي هو الماء صالح للشراب وللتنظيف على الاقل في زمن الكورونا وفي زمن القحط نتاع الصيف هذايا. الماء مقطوع عنده اكثر من شهر، من الناس ناقصه النظافه عنا، ناقصه البنيه التحتيه عنا، ميزيريا ميزيريا حرف العيش لهنا. خبيب في نقطه اخيره شنو نقول؟ سيد الرئيس، نحن نشدوك باش ترفع علينا الجور والمظالم البيروقراطية وهالحجرة والتهميش اللي نتعرضوا له نحن على مستوى ولاية باجة وعلى المستوى المركزي. وحتى رئيس الحكومة كيف جاء وقال راه ينطلق الانطلاق الفوري المشروع التطهير في واد الزرقاء، ما ثماش منه، توا عنده أكثر من 3 شهور، لا فوري ولا بعد فوري ولا حتى لابيل دوفر طلع ولا نعرفوا حتى مصير الموضوع هذا. سيد الرئيس، راه تكافلوا علينا الناس الكل ويكذبوا علينا على خاطر نحن أثرنا موضوع التلوث في سد سيدي سالم، تكافلوا علينا الناس الكل. اي شبيه نحن كي نشوفوا الفساد في الوطن هذايا ونثيروه، واللي هو رفع الفساد هذاك يعود بالمنفعه علينا نحن وعلى الوطن الكل، نتعاقبوا؟ قاعدين يعاقبوا فينا بالحجره والتهميش. يعني في كلمه اخرى خبيب، يعني منطقه واد الزرقاء نجم نقول يعني هي منطقه رقيقه معمشه برشا، لا ماء، لا يعني لا شبكات تطهير، لا صحه، لا نظافه. نحن شباب المنطقة ما عندنا حتى أفق، الأفق متاعنا الوحيد يعملوا قهوة ويشوفوا الكثبان متاع الفضلات اللي دايرة بهم على مرمى البصر. لا عندنا أفق ثقافية ولا عندنا أفق شبابية رياضية ولا عندنا أفق في بنية تحتية، ما عناش 10 أمتار مبلطة في جرة بعضهم في 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 واد الزرقاء، ما فماش. القرية اللي فيها 50 كيلومتر كاملين أو أكثر من المشاوير، الشباب لهنا ينقطع على الدراسة لأنه فاقد جميع آليات التأطير اللي هي تخليه على الأقل تفتح له عينيه على السلم الاجتماعي، على فم ناس راهي تقرأ نجم توصل. هو الأفق ضيقة،
ومعدوم. وحتى ولو نحن كمجتمع مدني نحاول ندخل ونحاول نأسس مشاريع ثقافية خاصة ولا عمومية، يصير مجابهتنا بالحجرة، يحجرونا ويزيدوا ينتقموا منا، ويزيدوا حتى المقترحات متاعنا اللي هي مسجلة في البيرو دوردر متاع الولاية ما يجابوناش عليها. سيد الرئيس من 2017 نحن نبعث في المشاريع ما يجابوناش عليهم، لا بالرفض لا بالإيجاب، لأنه أي مشروع وطني في البلاد هذية يحشموا باش يرفضوها، ما يحطوه تحت الطاول ويبركوا عليه ويبركوا عليه الدوسيات. سيد الرئيس أرفع علينا المظلمة. خبيب انتم يعني نفذتوا وقفات احتجاجية سابقة بالنسبة لمشكلة الماء، ما فماش حتى تجاوب يعني رسمي، اسكو باش ننفذوا يعني مستقبلا وقفات أخرى؟ نحن باش ننفذوا وقفات أخرى، وباش تكون وقفات نوعية ومتحضرة كيما دائبنا، وباش تكون صوت مدوي، لأنه الطريقة باش تكون مختلفة تعبر على المواطنين هذوما المقهورين، وتعبر اللي هما مواطنين واعين مكتملي المواطنة ومكتملي واعين بحقوقهم الدستورية، واعين بمبدأ الإنصاف، واعين بمبدأ الديسنتراليزاسيون في البلاد هذية، وينادوا ويواصلوا نداء متاعهم ويقولوا أروا يوم من الأيام باش تترفع المظلمة هذية، وباش تكون الاحتجاجات هذه كلها بطريقة فنية. 2021 مواطن ما عندوش حقه في الماء، يعني أبسط الحقوق الماء لصالح الشراب ما عندوش، هذايا وصلنا من الحقوق المهدورة والحقوق اللي تمنع يمنعها السيستم على واد الزرقاء، انه الماء صالح للشراب ما عندناش غالطين عليه، ما نحكوش على حاجات ما اكبر.